عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: البركة عشر بركات، في مصر تسع، وفي الأرض واحدة، ولا تزال في مصر بركة أضعاف ما في جميع الأراضين. فاللهم يا ربنا أدم بركة مصر إلى يوم الدين. اللهم آمين. فيما مضى من حلقات تتبعنا مع حضراتكم آثار آل بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام على أرض مصر. اليوم سنتابع آثار الصحابة والتابعين على هذه الأرض الطيبة المباركة، ونبدأ مع صحابي جليل، كان سفير فوق العادة ودبلوماسي رفيع المستوى قبل أن تعرف البشرية الدبلوماسية والسياسة، وكان قائدا عسكريا لا يشق له غبار، ساهم في الكثير من الفتوحات والانتصارات كحروب الردة وفتح فلسطين وفتح مصر، وكان له الكثير من الأيادي البيضاء والطيبة على هذا الشعب وأثر فيهم بليغ الأثر. هو الصحابي الجليل عمرو بن العاص في مصر أرض الصالحين. جامع الخير إلى يوم الدين، فما من مسلم على أرض مصر إلا وإسلامه وإيمانه وأعماله الصالحة في ميزان حسنات عمرو بن العاص. هذا الرجل الذي أهدى مصر إلى الإسلام وأهدى الإسلام إلى مصر، وإليه تنسب مدرسة التدين الرشيدة المصرية، يقف وراءها جيل كبير من الشيوخ بداية من دخول الصحابة مصر وإلى يوم الناس هذا. هو أول من أنشأ مسجدا تقام فيه الصلوات في هذا القطر، وهو أول من أسس عاصمة إسلامية بعد الفتح الإسلامي. ذكاء الخير، كان رضي الله تعالى عنه فارسا أمينا وعالما تقيا، رضي الله تعالى عن عمرو بن العاص. أهلا بحضراتكم. هنتوقف اليوم مع الصحابة وبدايات تواجد الصحابة الكرام على أرض مصر، وطبعا لابد أن نتوقف أولا مع الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه. أرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. فالدكتور، لو تحدثنا بداية عن وجود الصحابة الكرام على أرض مصر، هل هناك تقدير لعددهم؟ هل هناك تقدير لمجمل الظروف التي عاشوها في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هناك فرق بين أن نعرف عدد الداخلين وأن نعرف أسماء الداخلين. فكثيرا ما يكون عدد الصحابة الذين نعرفهم ليست معنى أسماؤهم، فهو توفرت فيه شروط الصحبة من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أو البقاء معه سنة أو سنتين، أو الجهاد معه في غزوة أو غزوتين، وبالرغم من كده لا نعرف اسمه. عدد الصحابة الذين نعرف أسماءهم في كل المراجع والكتب التي تحت أيدينا 9500، 500 من النساء و9000 من الرجال. فإذا
عارف أنا 9500 من عدد الصحابة 114 ألف صحابي الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. يعني نحن نعرف أسماء ما يقرب من 8% من مجمل الصحابة. تقديرات الداخلين مصر من الصحابة نحو 20,000. 20,000 الصحابة ظلت موجودة إلى نحو 100 وشوية 110 مات أنس أو شيء من هذا القبيل. يبقى إذن الصحابة كصحابي وكمن هو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا القرن الأول كله. يعني جلسوا بعد النبي عليه السلام إلى أن انقرض آخر واحد ابن طوفيل ولا أنس ابن مالك ولا كذا إلى آخره من هم عمروا جات 110 ولم يبقى أحد على وجه الأرض ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة. وناس شاهدت هؤلاء الناس. إذا أنا عندي فترة الناس قاعدة تيجي مصر عددهم قد إيه دول؟ نحو 20,000. نعم. في البهنسة مدفون 5,000. في الشهداء في المنوفية مدفون عدد كبير جدا. وهكذا ده غير اللي كانوا في المقطم عن سفح المقطم في الفسطاط وفي المقطم مدفون كثير وهو إلى آخره. فإذا عدد الصحابة الداخلين مصر لا كانوا كثير. ومنهم من دخل ثم خرج ومنهم من دخل ثم بقي في مصر إلى أن مات ودفن فيها إلى آخره. فإذا نحن أمام خريطة متداخلة وليست يعني لها مراحل أو لها تميزات تجعلها واضحة المعالم. لأنه أكثر هؤلاء الناس لما جه السيوطي ألف در السحابة في من نزل مصر من الصحابة جاب 80 صحابة الأسماء بقى. فشوف نحو 20,000 يدخلوا نعرف منهم 80 دول اللي هم كانوا فقهاء كانوا علماء كانوا قادة كانوا تأثير لهم تأثير ولهم اتصال بالجماهير وكذا إلى آخره. سيدنا عمرو ده لما نرجع بقى لتاريخه نجد أنه عمرو بن العاص بن وائل السهمي. وبنو سهم دول هي جزء من قريش. وكان العاص أبو عمرو كان غنيا جدا. مين الغني اللي قصاده في راسه براسه كده؟ اللي راسه براسه عبد الله بن جدعان. وعبد الله بن جدعان ده كان يعمل للحجيج قصعه تطلع ليها بالسلالم عشان ياكلوا يثرد فيها الثريد باللحمه بحاجه حلوه قوي فته فته باللحمه ويوكل الحجيج كلهم. يعني ده غنى كبير جدا. ففي بنت عربية اللي هي أم عمرو قبضوا عليها في المناوشات اللي كانت بتحصل في القبائل وباعوها في عكاظ. فاشتراها عبد الله بن جدعان تبقى جارية بقى لأنها مشتراه من سوق عكاظ. ووهبها هدية لزميله أو صديقه أو حبيبه زي ما تقول العاص بن وائل السهمي. لأن ده من الكبار الأغنياء وده من كبار الأغنياء وبيهادوا بعض. تمام. فراح جايبه ودي كانت عاملة شرخ عند سيدنا عمرو بن العاص. نشوفه بعدين. لكن كانوا تملي اللي عايز يغيظه يقولوا من أم الأمير. فخلفت عمرو. كان عمرو يحب أبوه ده قوي ويفتخر بيه. حتى افتخر بيه مرة على سيدنا عمر وافتخر بيه مرة على سيدنا عثمان. ياه واخد ازاي. فكان يقول لهم أنا كنت شايف الخطاب كده هو وكان معاه ولد صغير كده كان ابنه اللي هو عمر يعني ده شايل حمل حطب وده شايل على راسه حمل حطب. أما أبويا العاص فكان يرفض أن يلبس الديباج المذهب. كانش بيعجبه يعني التوب اللي فيه ذهب يعني الديباج الحرير يعني. ومعمول هاند ميد بالذهب كان العاص
يعني يسترخصوا يقول ايه ده وانا هلبس ده. لما عثمان بن عفان جابه علشان يشيله من ولاية مصر قال له يا اخي انت ده انت ظالم. عثمان بيقول لعمر ده انت ظالم والكلام عليك كتر. الكلام عليك كتر برضو دي مهمة. فقال له والله انا ما يعني انا شايف العفان برضو جايب يعني ايه يروح لهم في الاصول والاباء والعائلات والغنى والفقر وبتاع مش عارف ايه. انا شايف عفان وهو مش عارف كان مش لاقي ياكل ولا حاجه زي كده. راح عثمان يقول له ايه ما لنا وامر الجاهليه. ما لنا وامر الجاهليه يعني انت بتجيب الماضي ليه؟ احنا اولاد النهارده بقى احنا اولاد يعني النهارده انت ما تظلمش وانت ما تتحاسب وانت كذا وكذا وكذا. المفاهيم الجديده اللي ادخلها الاسلام للانسان انه الانسان بقيمته وليس صحيح. بنسبه وحسبه صحيح. وماله وكذا الى اخره. سيدنا عمرو يظهر والله اعلم انه كان من الشباب الواعد ده اللي هو لازم يتاجر ولازم يبذل مجهود ولازم يعمل ويعمل ويعمل. عظيم. فمره راح الى الشام في تجاره وبعدين لقى شماس راجل مسيحي لطيف في امانه الله كده راح يصلي في الكنيسه في بيت المقدس كنيسه القيام. فالشماس من عادته ان هو يسيح في الجبال وفي كذا فعطش فلقى عمرو فعمرو عطاله ميه انقذه. تمام. لما الشماس شرب الميه وارتوى كده وبطنه حصل ريف عنده من جوه نام. عارف زمان كان عندنا اللي ياكل اكله تقيله في الظهر كده ينام يقيل فنام الشمس فطلع تعبان من خرب كده بتاع الارض علشان يلوش او يعني يلدغ الشمس وهو نايم. فعمر من بعيد راح ضربه بالسهم موته وانقذ الشمس. فلما سقط البتاع عمل صوت الشماس صحي لقى ده تعبان بسهم جنبيه فقال له حصل ايه؟ قال له ده كان عايز يلدغك فانا قال له يعني انت انقذتني مرتين؟ قال له اه. قال له طب انا ما معيش حاجه دلوقتي ده انا طالع على باب الله علشان اصلي في الكنيسه وعلشان اروح اتامل اتدبر اسبح اعمل كذا يعني ما معيش حاجه. لكن انا كم ديت الحياه عندكم لما واحد يقتل واحد يدفع كم غرامه يعني؟ قال له 100 من الابل. قال له بس احنا مش اهل ابل يعني ما عندناش 100 من الابل. لا هي بكام؟ قال له ب1000 دينار. قال له انت ليك عندي ديتين لانك انقذتني مرتين. قال له طيب. قال له ممكن تيجي معايا توصلني ودي انت راجل بتحميني وكذا الى اخره. وقال له انت من ايه؟ قال له من مكان اسمه اسكندريه. من اسكندريه. ومن هنا بدات بقى مصر تلمع فني. ما هو جه اسكندريه. فقال له طيب وعندك انت بقى تدفع لي ال2000. فخد بعضه ووصله اسكندرية ولغاية ما وصل هناك عرفوا على قرايبه وحبايبه وكذا. لا ده احنا لازم نعرف بقى قصة سيدنا عمرو بن العاص واسكندرية حتى قبل اسلامه وقبل دخوله الاسلام وقبل ما يجي الى مصر فاتحا. حضرتك دي قصة مشوقة جدا واستأذنك تكون بعد الفاصل ان شاء الله. اشكر حضرتك ارجوكم خليكم معنا. بمدينة الفسطاط يقع الجامع العتيق أقدم وأضخم مساجد مصر جامع عمرو بن العاص. فقبل دخولك المسجد ستمر في منطقة الفسطاط الأثرية فتجدها تحتفظ بآثارها القديمة التي يعود تاريخها لآلاف السنين. وإن بحثت عن النموذج المثالي للحضارة المصرية
فستجده بداخل مجمع الأديان الذي يجاور مسجد عمرو بن العاص، فبداخله الكنيسة المعلقة والمعبد اليهودي قبل وصولك للجامع العتيق. وقبل أن تنهي رحلتك بمدينة الفسطاط، حاول أن تمر بجوار كبري متحف الحضارات لترى ملامح جديدة تبدأ من بحيرة عين الصيرة التي ستجعل من الفسطاط مزاراً سياحياً هاماً خلال قادم السنوات. اهلا بحضراتكم مره اخرى، واجدد الترحيب بفضيله العالم الجليل استاذ الدكتور علي جمعه. اهلا وسهلا بفضيلتك. اهلا بكم. طيب، سيدنا عمرو بن العاص جه اسكندريه قبل الاسلام مع الرجل الشماس اللي قبله في فلسطين. نعم، واعطاله ال 2000 دينار. اداله ال 2000. 2000 دينار، خلي بالك 2000 دينار ده مبلغ ضخم للغايه. طبعا. لكن ما بيأثرش في عمرو الذي هو متربي في بيت عز زي العاص بن وائل، يعني هو شبعان لكن بيحسن التصرف والرشاد. فهو سيدنا عمرو بن العاص كان ذكي يا مولانا، وكان سياسي بارع، كان من دهات العرب. دهات العرب كان من دهات العرب. لما تخلي ان هو الشخص ذكي جدا وشخص دخل على الملوك وكذا، وشخص بيسافر كتير فشاف البلاد، يبقى ده على طول يبقى دبلوماسي. ولذلك سيدنا الرسول بعد ذلك، بعد ما اسلم عمرو اسلم في السنه الثامنه، جه هو وخالد وكذا الى اخره واسلم. عمرو قال لسيدنا الرسول: لا، انا عايز اسلم على شرط. قال له: ايه الشرط بتاعك؟ قال له: الشرط بتاعي أن يغفر الله لي ما تقدم من الذنب. قال له: الإسلام والهجرة تجب ما قبلها. فأسلم عمرو ودخل في الإسلام وحسن إسلامه والحمد لله رب العالمين. عمرو كان بيتدرب تدريبات عسكرية ورياضية قاسية، فكان فارسا. فأصبح عمرو دلوقتي صاحب الأصل، عمرو الزكي، عمرو الفارس، ودلوقتي بقى عمرو المسلم. وعمرو رجل الأعمال، كان تملي عمرو رجل أعمال. قبل الإسلام راح للنجاشي علشان يجيب له هدايا مع عبد الله بن أبي ربيع، دخلوا عليه بالهدايا علشان خد الهدايا اهي وسلمنا المسلمين. نعم. النجاشي ما رضاش ورد لهم الهدايا بتاعتهم. وعمرو ابتدى يعني يلمع الاسلام قدامه لغايه ما اسلم في السنه الثانيه. في السنه الثامنه دي حدثت الفتح مكه. هل قبل الفتح ولا بعد الفتح؟ الراجح انه قبل الفتح. وارسله النبي صلى الله عليه وسلم لهدم صنم بعد ذلك اسمه سواع في بني سهم. بني سهم دي حته من مكه برضو، يعني ما هي قاعد في مكه. فهذيل بتعبد سواع، قبيله هذيل اللي جبنا سيرتها كذا مره. مظبوط. فراح دخل وجاب الكاهن، تعالى. اول ما الكاهن شاف عمرو بن العاص، يعني شاف واحد من الزعماء من بني سهم، يعني راجل كبير، قال له: تعالى، احنا عايزين نكسر الصنم وعايزين نفتح الخزنه دي. فقال له: تكسر الصنم ازاي يعني؟ ده انت لو كسرت الصنم تتخسف بيك الارض، ده انت لو كسرت الصنم يعني تضيع. قال له: طب ماشي، دي ده مالكش دعوه بيه، خد. وراح مكسر الصنم. افتح الخزنه، كسروا الخزنه ما لقوش فيها حاجه. الخزنه دي المفروض انها يتشال فيها النذور والدنانير والبتاع مش عارف ايه، فالمفروض انها هي تبقى مليانه، ما لقوش ولا حاجه. يعني اذا دول حراميه، واخد بالك. فاسلم السادن الكاهن الكبير ده، اسلم. قال: ايه ده؟ يعني ده لو كان ده إله ولا حاجة، كان حمى نفسه، كان
ده احنا الحاجة دي هو في حمايته. فإذا كانت الناس بتسرقها من وراه يبقى ده فاصوليا بقى، ده ما ينفعش، ده حاجة وحشة قوي. فراح إيه أسلم، شهد الشهادتين وأسلم وحسن إسلامه الكاهن ده بتاع بني سهم. أسلم وبعد ذلك راح في حروب الردة وشارك فيها، راح في يعني في مواقف كثيرة. وكان النبي عليه السلام لما يوليه قيادة فكان يظهر إنه قائد فعلا وقائد كبير. خرج أعتقد مرة كان قائد على سيدنا عمر بن الخطاب وعلى أبي بكر وعلى سيدنا أبي بكر وده يعني وسافر بعدين قال لهم احنا خلاص هزمنا بني فلان، محدش يولع نار، الدنيا برد. قال لهم طب اللي هيولع نار هحرقوا بيها، هولع فيه، واخد بالك؟ فاستكبروها، ايه ده بقى القسوه دي وايه اللي مش عارف ايه وكده. ولما رجعوا للنبي عليه السلام النبي يعني قال له بتعمل كده ليه يا عمرو؟ قال له ده لو ولعوا نار العدو يشوفنا ويشوف ان احنا قليلين، فاذا انا سبتهم في النار دي هي الناس تشوفنا، واذا سبتهم يبعدوا عشان ممكن يلحقوا بالعدو وانا مش عارفهم هم دول مين. ولذلك عمرو بن العاص يعني كان قائدا محنكا واستعملوه، وسيدنا النبي استعمله كقائد الجيوش اللي احد افرادها عمر وابي بكر. بعد ما انتقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد جهاده في أرسله عمر إلى فلسطين لأنه خبير بكل حتة فيها، زي ما قلنا مع الشماس التجارة بالظبط اللي كان وبعدين أرسله إلى مصر لأنه كان يعرف طرقها، مكتوب كده في الكتب. فهو لما جه اسكندرية عرف راسه من رجليه، عارف هو ماشي فين وراح فين، في الاسكندريه فين المنطقه بتاع منف، فين المنطقه بتاعه الشمال، وعرف طباع المصريين كمان يعني وعرف طباع المصريين وعرف اكتر من كده بقى خيرات مصر. حاجه واضحه جدا، الفاكهه تلاقيها، الحبوب تلاقيها، النيل تلاقيه، الجو معتدل، حاجه تانية. فده هو عمرو بن العاص قبل مجيئه الى مصر، وهذا كان السبب في اختيار عمر الموفق انه في سنه 18 يروح عمرو بن العاص الى مصر التي فيها المقوقس في منطقه اسكندريه، والتي دعاه المصريون للتخلص من بطش وطغيان الرومان. طيب اساسا فضلتك في اللقاء القادم ان شاء الله نكمل هذه السيره ونشوف بقى ازاي سيدنا عمرو بن العاص كان حاكم ملهم وكان عنده بعد نظر بالإضافة إلى الجزء السياسي والذكاء الفطري اللي عنده، وإزاي أسس لدولة بمعنى الكلمة في مصر وإزاي كان متعلق بها. بشكر فضلتك جزيل الشكر. شكرا لك. شكرا لحضرتك. شكر موصول لحضرتكم. إلى اللقاء. دعاء تحصين الأبناء والأطفال أحباب الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما يعني سيدنا إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فهذا يعد من دعاء تحصين الأبناء.